كوبايه من البندق المتقشر ومتحمص، ضروري جدا. عندي كمان نص كوبايه شوكولاته مبشوره وتكون دارك، عايزين نص كوبايه سكر باودر ونص كوبايه لبن باودر، ربع كوبايه من الكاكاو الخام، واستنضفي بقى نوع الكاكاو لانه بيدي طعم مختلف ولون مختلف جدا لما بيكون حلو، بيخلي الطعم حلو قوي قوي. معلقه كبيره من الزبده وثلاث ارباع كوبايه ميه مغليه. خلاص نقول كمان كوبايه بندق مقشر ومحمص، عندنا نص كوبايه من الشوكولاته الخام الدارك المبشوره، هنحتاج نص كوبايه سكر باودر ونص كوبايه لبن باودر، هنحتاج كمان ربع كوبايه من كاكاو الخام، وعندنا معلقه كبيره زبده، ثلاث ارباع كوبايه ميه مغليه. وتعالوا بينا نعاير يلا الميه المغليه كده على بال ما يدخل لنا الخلاط سريعا. لازم الميه تكون مغليه، ليه؟ لان هي اللي هتسيح معايا الشوكولاته وهي اللي هتسيح معايا الزبده. هحط نص برضو في البداية كده، تمام. والبندق زي ما اتفقنا يكون محمص، مقشر ومحمص علشان يبقى ضربه وفرمه سهل. خلاص ادي الحمص معانا اهو، والافضل ان احنا نطحنه في المطحنة، عارفين المطحنة بتاعت البهارات والتوابل، يطحن فيها بمعلقتين زيت كده علشان يبقى ناعم جدا جدا، ده اهم حاجه قبل ما نبتدي ان احنا نحط في الخلاط وكده. بس انا هشتغل على طول في الخلاط، انتوا في البيت اطحنوا المكسرات الاول سواء البندق بقى او في زبده الفول السوداني، برضو السوداني يطحن في المطحنه بتاعت البهارات لانها بتدي نتيجه افضل وانعم بكتير جدا جدا، ما تحسيش ان فيه ولا سوداني ولا تحس ان فيه بندق في الوصف. خلاص يبقى البندق عندنا محمص تمام علشان يطحن معانا على طول ومتقشر، الشوكولاته بتاعتنا شوكولاته دارك وتكون مبشوره، الكاكاو تكون نوعيته كويسه تمام، الزبده برده نوعيتها تكون كويسه ومميزه علشان تدينا طعم حلو. بندق ونضربه شويه، نطحنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طحنا البندق بتاعنا، طحناه ناعم جدا. بعد كده هبتدي احط كل المكونات بتاعتي، ادي الكاكاو الخام وادي الشوكولاته الدارك المبشوره، لبن بودر، سكر بودر، معلقه الزبده والميه المغليه. وضروري زي ما قلنا الميه مغليه، انا معايا قد ايه؟ احط نص كوبايه، انا معايا ثلاث ارباع، بس هحط نص كوبايه الاول واشوف هل انا محتاجه ولا لا. ونراعي حاجه يا جماعه، ان الميه علشان مغليه بتبقى مسيحه القوام اكتر، فما تقليهوش، هو لما هيبرد هتلاقيه لوحده خلاص تماسك كده واداكي القوام اللي احنا عارفينه كلنا. تعالوا نضرب مع بعض. نوقف شوية نرجع نضرب تاني يلا. بس كده ما شاء الله. عايزه افضيه لكم هنا في البوله ونشوفه مع بعض. هايل جدا طبعا، لما بيبرد هيتماسك اكتر. ما شاء الله بصوا تحفه. طبعا الخليط سخن جدا عشان احنا حاطين ميه مغليه، مجرد ما يبرد ويتحط في التلاجة هتلاقي القوام بجد هايل زي الفل. وكده عملنا شوكولاتة قابلة للدهن خطيرة.